في حالة زي كده انتم بتعتمدوا على مين يشتغل في فريق التدخل السريع في كل المحافظات؟ بنعتمد على مين مين يشتغل، اللي بيشتغل في هذا الفريق؟ مين بيشتغل؟ الأخصائيين الاجتماعيين اللي بيشتغلوا في إدارات الأسرة والطفولة. لا ما بتستعنوش بناس عمالة مؤقتة أو كده؟ لا احنا بنشتغل بزمايلنا في الإدارات المختصة اللي هي إدارة الأسرة والطفولة، إدارة الدفاع الاجتماعي، إدارة التأهيل الاجتماعي. أنا كنت عايز أضيف بس حاجة على كلام أستاذة هناء بالنسبة بس للغلط. أنا سمعت إنكم بتستعينوا بالخدمة العامة، ده الخريج في الخدمة إحدى العامة. المبادرات اللي هي مكلفي الخدمة العامة، تشغيل مكلفي بيشاركوا الخدمة فيها. العامة، ده حقيقي. ومعظمهم بنات. عشان البنات هم بتوع الخدمة العامة، يعني الولاد كنت بس عايز بيروحوا أقول حاجة برضو عشان اتفضل بس ما حضرتك. انساهاش، إن إحنا ما بناخدش قرار غلط مرة واحدة. ده بيتم على مراحل. لان احنا بنعتبر ان الجمعيه او الدار بيبقى عندها مشاكل وبنحاول معاها مره وبنديها فرصه وبتاخد انذار في انذار في انذار قبل ما يتم الغلط، لان برضو احنا برضو بنبقى مهتمين جدا بنفسيه الطفل ان هو يتنقل من المكان دوت يروح مكان تاني. بس لما بنوصل بقى زي ما قالت استاذه هناء كده ان البيئه بتاعته غير امنه وان الدار ما بتستجيبش، فده بيبقى القرار الاصعب، بس لازم يتاخد في الوقت ده، لازم يتاخد لازم. لان القرار. انا لو سبته اكتر من كده هتبدا الدنيا، يعني حاله الابن او نفسيته ودنيته هتبدا تتغير.